then أعداد التأكسدة. To keep track of what lose electrons and what gain them, we assign an oxidation number. إذا من أجل معرفة فقدان واكتساب الإلكترونات في عنصر ما، فإحنا نخلي الأكسديشن نمبر العدد التأكسدي. If the oxidation number increases for an element, that element is oxidized. إذا عندنا العدد التأكسدي لعنصر معين ازداد، فيعني هذا العنصر يعاني حالة أكسدة. بينما إذا بالعكس فيعاني حالة اختزال. يعني مثلا عندك هذا الحديد، إذا كان موجب 2 وصار حديد موجب 3، يعني شنو هنا عملية أكسدة؟ هيجي أكسدة، هيجي اختزال. نجي هنا أوكسيديشن and reductions، الأكسدة والاختزال. نعطيك معادلة تشوفون. Zn هو الزنك يتفاعل ويا أيونين من الهيدروجين ليعطينا هم الزنك بس موجب 2 والهيدروجين صار جزيء. شو يقول لك؟ A species is oxidized when it loses electrons. إذا عادة المركبات من تفقد الالكترونز فتعاني من حالة أكسدة. مثال عندك الزنك فقد 2 الكترونات وصار لنا الزنك أيون موجب 2. يعني تلاحظون هنا كانت الإشارة مالته صفر وراها صار موجب 2، يعني شنو هنا فقد الالكترونات 2. بينما لو نشوف الهيدروجين فa species is reduced when the gene electrons. إذن العنصر أو المركب بصورة عامة يختزل عندما يكتسب الإلكترونات. مثال ذلك مثلا عندك الأيون الهيدروجين هو بس واحد اكتسب إلكترون صار عندنا صار صفر، إذن هنا اختزال. And آخر شيء an oxidizing agent causes something else to be oxidized with hydrogen. يعني الهيدروجين هنا يعمل كعامل مؤكسد. ليش؟ لأنه اختزل الزنك، فدائما العامل المؤكسد هو يختزل بس يأكسد المقابلة، بينما العامل المختزل هو يتأكسد ويختزل المقابلة. طبعا يعني بالشرح.